دلوقتي عندنا تسجيلين صوت، اوكي، واحده من والدتك والثانيه من ابنك علي. لول يا لوح، هتختاري واحد منهم هو اللي هتحسي انه انا عايزه اسمع ده بيقول لي ايه اكتر، تختاري مين؟ ما انت عايزه تموتيني؟ لا ليه، انا ما اقدرش اختار بين امي وابني. لا بعد في اوقات واحد بيقول لك لا والله انا عايزه اشوف ماما قالت ايه، او عايزه اشوف ابني قال ايه. مش معنى انه في حد اغلى من الثاني، بس انت عندك الحشريه تعرفي ده بالذات قال ايه. انا ما عنديش الحشريه دي، يعني دي صفه مش من صفاتي خالص. مش من صفاتك خالص. قولي لي ايه تختاري؟ يعني عايزه اعرف الاثنين قالوا ايه. ما خلينا نختار دلوقتي حد. ليه هو وبعد شويه تسمعيني التاني؟ يمكن يمكن لا. اسمع علي، لاني علي عمره ما اتكلم عليا. طيب نسمع علي بيقول ايه. اكيد ماما كماما مختلفه عن ماما كممثله او كفنانه عامه. في اوقات الشغل بتبقى اشد، بتبقى دايما مستعجله رايحه جايه وراها شغل يعني اكيد. بس في البيت ممكن يبقى عندي صحابي قاعدين تحت في الاوضه عندي، وانا طلعت اسلم على ماما عشان صاحيه، وفجاه كده بقى لنا 3 ساعات 4 ساعات بنتكلم، وانا لقيت اصحابي تحت في الاوضه ومش داريان بيهم. في حنيه اكتر بكتير، ودايما بتبقى مراعية اللي هي ما بتقدرش تشوفني كتير، فالفرص اللي بتبقى عندها تستغلها قوي يعني. وطالما هي مبسوطة وهي بتعمل حاجة، انا استحالة اقل حاجة هي بتعملها عشاني. هي ماما فعلا بتبقى مشغولة كتير، بس يعني هي بتعمل المستحيل الصراحة لما ابقى محتاجها، او جدتي محتاجاها، او اي واحد من اخواتها محتاجاها، بتسيب كل اللي في ايديها وبتروح له على طول. ببص في وشها تضحك، انا اضحك، نهزر مع بعض، نخرج نعمل كده. بس لو هي زعلانة انا مش هبقى مبسوط، هنبقى احنا الاتنين قاعدين مش مبسوطين. لما في حاجه تضايقني بروح اقول لها، فعلا عمري ما بروح اقول لها اي حاجه اكتر من مره. يعني حاجه ما كنتش بحبها كانت بتدلعني تقول لي يا لولو، فقلت لها خلاص يعني بقى وكده خلاص من يوميها، وما قالتهاش تاني، واحنا عادي يعني خالص. ولحد دلوقتي يعني هي تمشي في الشارع وكل الناس بيبصوا لها وكده، واشوف الناس مبسوطه ان هم بيشوفوها، انا بتبسط قوي. طول عمري لحد النهارده فخور بيها، وشايف انها شغلها جميل قوي. يا ريت الشغل كان اقل يعني، فاهم؟ كنا نعرف نقعد مع بعض اكتر. كريسمس والنوير هي تبقى شغاله، بتشتغل في حفلات وبتاعات وكده، فانا دي حاجه ما عملتهاش مع امي من زمان، ان انا اقضي معاها ليله نيو ييرز او ليله كريسمس او حاجات زي كده. خلي حبك للناس في قلبك، وخدي بالك من نفسك والناس اللي حواليكي. مع انك بتحبي كل الناس، مش كل الناس هيحبوكي. بحبك بحبك قوي، ما اعرفش. هتخليني اعيط يا شيخ. اول مره اسمعه بيتكلم عني. انتي ظالمه ليه بتقولي انا ظالمه؟ عشان عمري ما قضيت معاه كريسماس ولا عيد ولا نيو يير. ظالمه. لو قلت لك ينفع تديني وعد انه يجي اجازه راس السنه اللي جايه او كده وتقعدي معاه، اللي هينفع ولا هترفضي؟ انا هحاول السنه الجايه ان شاء الله ان ياخد حفله واحده في بلد، واخده واعمل نمرتي واسهر بيه. احاول اعمل حاجه كده. تحاولي تعملي الحاجه دي عشان علي؟ علشان في مصر استحاله اقدر اخرج معاه، انا بعمل 7-8 نمر. طيب انا عارفه انه طبعا اكيد العائد المادي بيبقى كبير جدا في ليله راس السنه، بس ينفع تتنازلي على العائد المادي عشان تحققي له ده بس، ولا صعبه؟ رغم انه بيبقى مغري جدا. انا عارفه كلنا بنشتغل عشان نجيب فلوس. اكيد. وعشان محتاجين للدخل الدائم في حياتي. لا، وعشان كمان انت عندك فرقه وراكي بيستنوا اليوم ده، وبيستنوا اليوم بتاع الكريسماس، وبيستنوا العيد، عندك التزام اقوى منك، فمش هتقدري عشان تلبي لحد رغبه انك تزعلي 40 حد. يعني هقدر اعمل كومبرمايزيشن للموضوع يعني. ان شاء الله يحصل، ان شاء الله يحصل راس السنه دي تبقى حفلتك بره يا رب، تقدري تقدمي النمره دي وتبقى مجديه وتاخدي علي معاكي.